بقطع السلطات للإنترنت، هل هي قادرة على تحجيم تلك التظاهرات؟ قطع الانترنت لا يؤثر على معنوية الشعب الإيراني المنتفض، وإنما أرادت السلطات الإيرانية بقطع الانترنت في سبيل عدم وصول أخبار هذه الثورة وهذه التظاهرات وهذه الانتفاضة إلى الرأي العام العالمي ومراقبتها. كذلك من أجل أن تمارس السلطات أدوات القمع والقتل ضد المتظاهرين دون أن تنقل وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت هذه الأعمال الإجرامية.